الروح يا اسماعيل، اسماعيل مطر بيسجل هدف اماراتي، اماراتي فيه من ريحة بلادي، ويا لها من ايام اتمنى ان تعود. اسماعيل مطر بيسجل هدف لمنتخب الامارات الوطني، فيه من ريحة ابو حمدان، فيه من ايام العز والكبرياء، فيه من ايام الروح. اعدت لنا الروح يا اسماعيل، اسماعيل مطر بيسجل هدف والله، فيه من ريحة عيال زايد وايامهم الحلوة وايامهم جميلة. منتخب الامارات يا ناس والله يملك المقومات.